يعني في حتى في تنس الطاولة رجال وسيدات، الحقيقة حاجة رائعة جدا يا كابتن خالد، وحاجة تدعو إلى الفخر وتدعو إلى كل حاجة حلوة الحقيقة. يعني النهاردة الحلقة كلها انبساط، كلها فرحة، كلها الناس كلها مبسوطة. لو حضرتك تشوف التعليقات اللي جاية لنا، الناس كلها بتشكر كابتن خطيب، الناس كلها بتشكر مجلس الإدارة، الناس كلها بتشكركم على المجهود الكبير اللي أنتم بتعملوه علشان نقدر نوصل لكل جمهور النادي الأهلي هذه السعادة. بنشتغل عشان اسعاد الجمهور. اه يعني اتكتب علينا ان احنا نشتغل عشان اسعاد الجمهور. طبعا الجمهور ده رقم واحد عندنا. جمهور بيحب النادي، مخلص للنادي، بيعمل كل حاجه حلوه للنادي. صحيح. بص عايز اقول لك حاجه، يعني بيشجع النادي، مش مستني منه حاجه غير ان انت تكسب بطوله عشان هو يفرح. صحيح. مش مستني اي حاجه، يعني هو مش مستني ان انت تديله حاجه، هو الحاجه الوحيده اللي بتسعده ان يلاقي تيشيرت الاهلي واقف على رقم واحد ماسك دوري او كاس او درع او بطوله او بطوله افريقيا او بطوله عالم. ده حاجه رائعه. اسعاد الناس، بص وظيفه لعيبه النادي الاهلي اسعاد الناس. صحيح. تخيل يعني انت رايح، سيبك ان انت تاخد فلوس وسيبك ان انت تاخد وراها مجد شخصي وتاريخ طبعا، بس دايما ولاد النادي وكل يعرفوا حاجه واحده، هو رايح يلعب لاسعاد الاخرين. مش علشان يقول ان احنا كسبنا بطوله وكسبنا بطولات لا 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 لا، هو ربنا نزله في الدنيا كده عشان اداله فن ولعب واسلوب عشان يسعد الاخرين. ده شيء مهم جدا في الدنيا، خلي بالك. حقيقي. والله صدقني انبساط الناس بالبطولات اسعد حاجه في حياه كل واحد فينا. دي حقيقه يا كابتن، لانه انا خلي بالك الجمهور بالنسبه لي دايما بقول ايه؟ ان الجمهور هو الوحيد اللي بيحط ايده في جيبه بالظبط وبيطلع عشان يشتري تذكره عشان يروح يقعد يتفرج على الماتش ويشجعك بالظبط، بدون ما هو عارف مليون في الميه ان سعادته الوحيده في ايه؟ في الشعار، في الشعار، في المكسب، في المكسب، في انه يشوف مثلا واحد من اساطيره زي كابتن خطيب. صح. يشوف الاسماء الكبيره دي، الاساطير الكبيره دي، يشوفها يتبسط يقول لك انا هسلم عليه. وبالتالي الجمهور هو دايما هو سند النادي في كل شيء، بقى سند النادي في كل الالعاب. بص خلي بالك الجمهور ما عادش جمهور كوره ولا جمهور هاندبول ولا باسكت، لا 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 لا. كل حاجه، بص كل حاجه رد الفعل بقى موجود خلاص. والله يا كابتن انا عندي ناس فولورز يعني على الانستجرام وعلى التويتر وعلى الناس دي في الطايره بيكلموني في الاقل في اللي هي ايه تفاصيل التفاصيل، في الطايره، في السله، رجال سيدات، كوره، ناشئين، البتاع، ماتشات اللي مش كل حاجه. أنا بس عايز أقول لهم حاجة مهمة بس اتفضل عشان ما ننساش الموضوع ده. لا اتفضل. بعد إذنكم ارحموا اللعيبة في السوشيال ميديا شوية، بمعنى اتفضل مفيش لعيب عايز يخسر طبعا ولا جهاز. بص ما بقولكش خالد العوضي، خالد العوضي يقدر يستحمل كم كبير، لكن لو سمحتوا اللعيبة دي لعيبة بالراحة عليهم في السوشيال ميديا، لأن هي دي حاجة، ده المتنفس الوحيد ليهم. في لعيبة بتستحمل الضغط، بقولها صراحة وعلانية، في لعيبة بتستحمل الضغط وفي لعيبه مش بتستحمل الضغط ده. ف بالراحه مهلا، يعني خفوا على عيتي شويه. لعيبتي صدقوني جايين وبالسبورت اللي انتوا بتعملوه ده هيروحوا في اتجاه تاني. اتمنى من كل واحد جمهور ليه كلمه على السوشيال ميديا يدعم بيها، من حقه يزعل، من حقه ينتقد، صح، من حقه، بس عشان خاطري بلاش نخرج على النص. صحيح. بص انتقد زي ما انت عايز، صحيح، في لعبه، لكن الخروج عن النص صعب شويه. صدقوني يعني لو هو اللي بينتقد وبيخرج عن النص في مكان اللعيب بتاعي هيزعل وهيتعب. فيعني براحه، مهلا يا ياسر، يعني براحه علينا شويه. طيب